المدافع، فهنيئا لقلوب ربط الله عليها في هذه الجبهات، وهنيئا لأعين ظهرت، وهنيئا لأيدي وضعت على الزناد لتصد الأعداء. هنيئا لكم كل هذا الجهد المبارك، هنيئا لكم هذا الجهد، هنيئا لكم هذا العمل الذي سيسجله التاريخ وتشهد الأبناء والأجيال القادمة أنكم أنتم من حرر الجنوب، أنكم أنتم من رفع رأس الجنوب، أنكم أنتم من رددتم الغزاة الطامعين المجرمين.